أكيد إنه من البارحة اليوم متألمين مثل ما أكلم كل العراقيين على اللي صار البارحة، وهذا يحز بنفسنا، لكنه هذا يعطينا عزم أنه يجب أن نأخذ ثار هاي الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف مباشر من السيد معالي رئيس الجهاز المحترم، مباشرة تضعات قيادة العمليات الخاصة الأولى لتنفيذ سلسلة من الواجبات ضمن واجب دار الشهداء، وهذا أحد الإرهابيين الذي تم القبض عليه في منطقة الطارمين، والواجبات إن شاء الله مستمرة لتأمين القضاء على الآخر. الإرهابيين أول من يتحرك في مواجهة